السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. معكم يوسف أستاذ مادة الفرنسا بمدينة الدار البيضاء. مرحبا بالجميع في هذه السلسلة الجديدة للعنوان ديالها أجي نشرح لك رواية الباك. ولما كنتكلم على الباك هنا كنتكلم على الباكالوريا أحرار، يعني المترشحات والمترشحين ديال الباك ليبر. عندنا ثلاثة ديال الروايات. الأولى هي كانديد أو لوبتيميزم، الكاتب ديالها هو فولتير الفرنسي، وهي عبارة عن حكاية فلسفية تكتبات في القرن 18. الرواية الثانية هي رواية لو بير غوريو ديال أونوري دو بالزاك، وهي عبارة عن رواية من وحي الواقع كنسميوها أن غومون رياليست، واللي تكتبات في القرن 19. وأخيرا وهي الرواية الثالثة هي رواية إيل إتيت أون فوا أن فيو كوبل أورو ديال محمد خير الدين الكاتب المغربي، وهاد الرواية التالتة تكتبات في القرن العشرين. إذا عندنا ثلاثة ديال الروايات، كونديد دو لوبتيميزم دو فولتير، لو بير غوريو ديال أونوري دو بالزاك، و إيل إتيت أون فوا أن فيو كوبل أورو ديال محمد خير الدين. خير الدين. إذن على بركة الله غنبداو بالرواية الأولى، وخا هي ماشي رواية بمعنى الكلمة وإنما هي حكاية فلسفية، اللي هي كانديد أو لوبتيميزم اللي كتبها الفيلسوف والكاتب في نفس الوقت فولتير. غنتناولو هاد الحكاية الفلسفية من خلال أربعة المحطات. المحطة الأولى هو التقديم ديال هاد الحكاية، غنعطو أهم المعلومات اللي خصنا نعرفو على السياق ديالها وعلى سكون ابل لا فيش دو ليكتور بشكل عام. الحلقه الثانيه غنتكلموا على الرحله ديال كانديد اللي كانت كلها في اوروبا واللي امتدت من الفصل 1 للفصل 10. والحلقه الثالثه غنتكلموا فيها على الرحله ديالته الثانيه نحو امريكا اللاتينيه واللي امتدت من الفصل 11 للفصل 19. والحلقة الرابعة والأخيرة طبعا غنتناولو الفصول الأخيرة ديال الرواية، بمعنى من الفصل 20 الفصل 30، وهاد الفصول العشرة الأخيرة كلها كانت في أوروبا. وبالتالي سجلوا معايا مزيان بأنه كانديد كلها هي عبارة عن تنقل من أوروبا، نسميوها أوروبا واحد في عشرة الفصول الأولى، ثم أمريكا اللاتينية في العشرة الفصول الثانية، ثم نعود الى اوروبا الثانيه ماشي الاولى. وبالتالي سجلوا معي بانه كانديد دوز 10 ديال لي شابيتغ في اوروبا واحد، ثم العشرة ديال لي شابيتغ الثاني دوزها في امريكا اللاتينيه، ثم عاد لواحد بلدان اخرى في اوروبا في الفصول 10 الاخيره. سجلوا معي هذا التقسيم، راه مهم بزاف باش نفهموا هذه الحكايه الفلسفيه. ودابا نخليكم مع الحلقه الاولى اللي فيها تقديم العام والسياق التاريخي زائد لا فيج ليكتور طبعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غنطرقوا الحلقة الأولى من حلقات الأربع اللي خصصناها الحكاية الفلسفية ديال فولتير اللي سميتها كانديد أو لوبتيميزم، اللي عند الطلبة الباكالوريا الأحرار في البروغرام ديالو واللي عند التلامذة السنة الثانية باكالوريا. في الحلقة الأولى كما كتشوفوا غنتكلموا ونتناولوا ما يسمى بلي زانفورماسيون أوتيل، هذاك اللي كيسميوه التلامذة والطلبة الطابلو. علاش كيسميوه الطابلو؟ حيت نهار الامتحان كنعطيكم غالبا واحد الطابلو في السؤال الأول اللي فيه مجموعة المعلومات اللي خصك انت تعمرها. ألوغ نشوفوا دابا الطابلو اللي كيضم أهم المعلومات. كما كتشوفوا قدامكم عندنا بعض المعلومات اللي هي اساسيه نضبطوها. اولا لو تيتغ، لو تيتغ هو كانديد او لوبتيميزم. كانديد او لوبتيميزم، بما ان كانديد سي نون بروبر لو سيغ سكون ماجوسكول. المعلومه الثانيه كما كنشوفوا هي لوتور، لوتور هي الكاتب، الكاتب ديال الروايه هو فولتير، وكذلك خاص نكتب في ماجوسكول. المعلومه الثالثه هو هذا الكاتب فولتير فين تزاد وامتى تزاد وفين مات وامتى مات.
إذا سجلوا معايا أنه تزاد في 1694 أباري ومات في 1778 أباري كذلك. تخي بيان. القرن، أش من قرن تكسبات هذه الحكاية؟ تكسبات في القرن 18. تخي بيان. أش من عام بالضبط في القرن 18؟ تكسبات في 1759. وهنا كنفتح واحد القوس مهم، سيكو 1759 كتعني 30 عام قبل الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية بدات في 1789 وانتهت في 1799. تخي بيان، هذه معلومة نسدو القوس. ثم نتكلم لكم على لو جونغ، النوع الأدبي. النوع الأدبي ديال هذه الحكاية هي حكاية فلسفية، أن كونت فيلوزوفي كما كتشوف في ليكخون. وأخيرا إلى سولكم شنو هما المنتوجات الأدبية ديال نفس الكاتب اللي كتب من فولتير، بعض المنتوجات غتعطي على الأقل جوج من هادو اللي عطيتك. غتكتب بينهم زاير سهلة، أو زاديك ولا ديستيني حتى هي سهلة باش تحفظ، أو لا مور دو سيزار اللي معروفة عند الجميع. إذا هادو معلومات أساسية تضبطوهم مزيان. علاش؟ شنو مطلوب منك من هاد المعلومات؟ نهار الامتحان ان شاء الله السؤال الاول غالبا، كنقول غالبا، كيعطيكم واحد الطابلو، وبعض المرات كنعطيكم واحد التكست اترو، واحد التكست في فراغات او الطابلو، غالبا كيكون الطابلو. هذاك الطابلو كنكتبوا لك التيتر وكنخليو الفراغ، يعني انت خاصك تكتب كونديت و لوبتيميزم. طبعا الا كان التكست مخوذ من كونديت و لوبتيميزم، كنقدروا نسولك في الطابلو على لو جونغ، على لو سيك، على 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 اوتر اوفر كيما كتشوف في ليكرون. الوغ انت اللي مطلوب منك اولا من هاد الطابلو، اولا طبعا تحفظو، ثانيا تعاود تكتبو في ورقة خاصة بشكل كوريكت، تولي تقدر تكتبو بلا ما تشوفو بشكل سليم، ما تكتبش كونديد افيك ان ا او باردون ان او، لان يعني الاغلبية كيكتبو كونديد افيك ان او، كيتكتب افيك ان ا، داكوغ. وثالثا وهذه المهمة، ما تعطلش في انجاز السؤال الاول، لانه هاد الطابلو انت خاص تكون غادي حافظو من دارك للامتحان باش تربح الوقت، لانه عندك سؤال الثاني والثالث حتى السؤال العاشر، وعندك من بعد هادشي كله لا برودكسيون اكريت. إذا السؤال الأول هو فرصة باش نسربي في الإنجاز ديالي ديال السؤال الأول، باش إن شاء الله ندوز السؤال الثاني وهكذا. إذا هادو هما المعلومات الأساسية. طبعا بقات معلومة أخيرة ما بغيتش نديرها في الطابلو لأنه باينة. بعض المرات كنسولكم كي لو بيرسوناج برينسيبال، شكون هو الشخصية الرئيسية؟ بلا ما نجاوب على السؤال راكم عارفينه. شكون هو الشخصية اللي كتكون من الشابيتر 1 حتى الشابيتر 30 ديما حاضرة في لو كونت فيلوزوفيك كون دو لوبتيميزم؟ إذا أكيد نخليكم تجاوبوا غير في التعليقات، وراه الجواب واضح وباين. نلتقي في الحلقة الثانية اللي غنتناولو فيها من الشابيتر 1 للشابيتر 10 في الحلقة الثانية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.